والحضارة الإسلامية في عصر العباسية، والحضارة تانغ في عصر الملك الأكبر، والحضارة الصينية في عصر مملكة تانغ في عصر الملك الأكبر الهندية، الحضارة الهندية في عصر الملك الأكبر، والحضارة الصينية في عصر مملكة تانغ. فلا عجب إذن تمشيا مع تفوق الغرب في القرون الأخيرة نجد الجامعات الكبيرة والمتفوقة في الغرب.